السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف في مباراة سوبر السلة المصري، طبعا المباراة اتلغت وما كملتش، مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، وكان في جمهور جاي من اسكندرية عشان يشجع فريق الاتحاد السكندري. حصل موقف، قبل ما احكي الموقف بعد اذنك اعمل لايك واشترك في القناة. للأسف الشديد يعني اتلغت المباراة لان في مدرج او اخر المدرج كده وقع بالناس، يعني مدرج الناس بتقف كده تمسك الحديدة وتشجع، اللي هو بيبقى اخر ما مسمينه، بيقولوا عليه ترابزين، ان هم يعني واقفين وبيشجعوا، فوقع بالناس. طبعا عربيات الاسعاف خدت الناس، الخوف والرعب ان كان في مشاهدين تحت، كان في مشجعين تحت، فالترابزين وقع الحمد لله، وقع بعيد عنهم فعور ناس منهم، بس الحمد لله اصابات كانت في المستشفيات، الحمد لله ما فيش وفيات، لكن مصيبة لان الملعب حديث، ملعب جديد، ملعب لسه معمول قريب. انا ما اعرفش الاهمال ده ايه، يعني انا النهاردة مشجع مسافر من اسكندرية جاي هنا مصر بيشجع فرقته، علشان جاي يشجع ولا جاي يموت؟ بعدين احنا بنقول بنشوفنا المونديال، الدوحة خدت المونديال ونجح نجاح كبير، احنا كمان عايزين نبقى مؤهلين ان احنا نقدر نستضيف بطولات. انت مباراة تتلغي، على فكرة اتلغت بامر الجمهور، يعني الجماهير لما شافوا المدرج وقع كله على الناس والناس راحت في عربات الاسعاف، قعدوا يصرخوا الجماهير ومنعوا، كلهم قالوا الغوا المباراه، فاتلغت المباراه. فانا يعني معرفش انا حزين لان ده استاد حديث بقالوش شهور، يعني في ناس بتكروت ولا في، الله اعلم. يلا اعمل لايك واشترك في القناه. شكرا.